الجزائر التي رافعت دوماً عن قضية التنمية في إفريقيا وكان لها دور ريادي في المسعى الجماعي لإرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، تتطلع إلى جعل هذا اللقاء الهام منصة لتقاسم الخبرات وتشارك التجارب الناجحة لإثراء النقاش واستكشاف السبل الأمثل للدفع بالتنمية في قارتنا. ومن هذا المنطلق أود في الختام التعبير مجدداً على دعم الجزائر لجهود مختلف الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع بما يسمح بتوفير الإمكانيات المالية الضرورية وإدماج مجمل الأولويات الوطنية الإفريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر إنصافا واستداما